بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمده فوق حمد الحامدين، وأصلي وأسلم على رسوله النذير البشير رحمة العالمين محمد، صلوا على محمد. روى أحمد بن أبي طاهر صاحب كتاب البلاغات، كتاب البلاغات كتاب جمع فيه صاحبه جملا مما اقتطفه من بلاغات نساء العرب، ولا يخفى أن صاحبة المناسبة ابنة علي، ابنة فاطمة، أخت الحسن، أخت الحسين، وجدها المصطفى صلى الله عليه وآله. قال فيما روى: حدثني أحمد بن جعفر بن سليمان الهاشمي قال: كانت زينب بنت علي تقول: من أراد أن يكون الخلق شفعاءه إلى الله يسألون الله عز وجل له فيكون عند الله عز وجل بهم مقربا، فليحمد الله. ألم تسمع إلى قولهم: سمع الله لمن حمده؟ فخف الله لقدرته عليك، واستحي منه لقربه منك. غرة شريفة لا تنطق بها امرأة عادية، وإن كانت الغرر من كلماتهن كثيرة، إلا أنها زينب. قالوا في شرحها، في شرح كلماتها، وأقول شرح كلماتها قد يطول وأختصر. قال عنها: من أراد أن يكون الخلق، الخلق معرفة، والمعرفة باللام تفيد العموم، يعني كل الخلق، شفعاءه إلى الله، والشفعاء إلى الله هم من يسألون الله في خير الإنسان، وقد يسمع الله سؤلهم، وقد يشيح بوجه رحمته عنهم والعياذ بالله. فليحمده، الحمد الثناء، وهو يختلف عن الشكر. الحمد إقرار بعد المعرفة والخضوع بالقلب والجوانح، والشكر إظهار لتلك المعرفة والإقرار باللسان والجوارح. قالت: فليحمد، وفليشكر، فليحمد. والتعليل بقولها صلوات الله عليها: ألم تسمع فقه أعلى. لا يتصدى كل أحد للتعليل إلا أن يعرف العلة، فاسمع المعلل وهي زينب. فقه أعلى، وهو معرفة الله المبدئ وحقيقة العبودية وطرق الإخلاص له. وفيه قولها: تعليم بأبلغ البيان لكل الأفهام، وفيه نباهة الفكرة بعد اختمار العلم واطمئنان النفس. وقولها: ألم تسمع إلى قولهم، أي قول الناس من عباد الله خاصة، وفيه وثوق منها بالسعة والقدرة والإحاطة المطلقة منه تعالى، وتفطن لوحدة الخلق في اللسان والاسترحام، وكثافة العقل في لطافة الفكرة. اسمع قولها: وتدبر بعد التأمل، وفهم للدعاء، وإصابة لحقيقته. ألم تسمع لقولهم: سمع الله لمن حمده؟ فخف الله. فالجواب
في محل صحيح في الجمل، وهي فاء شرط مقدم نتيجته المعرفة، أو هو نتيجة المعرفة، وخوف التقصير عن حق مقامه تعالى. خف الله لما؟ خوفا من التقصير في حقه تعالى، لا يقولها أي أحد. والتفريط في واجب طاعته فوجبت مخافته، حمدا له بالجوانح وشكرا له بظاهر الطاعة واتقاء نواهيه. ثم قالت لقدرته عليك، تخافه لما؟ لقدرته عليك، أي لمعرفتك أنه صاحب قدرة محيطة بك أولا وأخيرا، مبتدئا ومعيدا ومفضلا، وقدرته عين رحمته، وتأديبه بالعقوبة سبحانه. نحن لما نخافه؟ نخافه تأديبا لعقوبته. زينب عليه السلام لا تقول لك خفه تأديبا، تأدبا لعلة مخافة عقوبته، وتأديبه بالعقوبة وإكمال لنواقص الفواضل فينا في عباده، حاشاه أن يتشفى بالعقوبات أو يظلم بالبلاءات. ثم قالت فخف الله لقدرته عليك، واللام للتعليل والمعنى للتحذير، أي احذر مخالفة أمره بعد أن عرفه قلبك وأقر به وأطاعته جوارحك كلها وانقادت إليه. فإن من عرف المنعم تجنب أن ينتقص من حقه أو ينقص حقه، فيكون من الكريم بمحل اللئيم، فيكون من الكريم لئيما، ومن الله المفيض للرحمة جاحدا. أفلا يخاف المقصر؟ وكلنا مقصر. أفلا يخاف المقصر العاقل أن يحط من الكرامة، أن يحط من الكرامة للآمة، ومن معرفة مقام المحمود لمقام الجحود؟ واستح منه. زينب عليه السلام استح من الله عز وجل، واستح منه. الحياء صفة لا تنفك عن الإيمان. ألم تسمع قوله عليه السلام لا إيمان لمن لا حياء له؟ وحقيقتها شنو؟ حقيقة الحياء وحقيقتها تجلي ألوان المعرفة. إذا عرفت الله عز وجل تجلت فيك ألوانها في طبائع الذوات وعلى طوابع الصفات، روحا في روحه بالإقرار وعقد القلب، وبدنا في بذله لله وتشبهه بما يرغب فيه مولاه. ثم تزيد تعليلا، استح منه لقربه منك. ومتى كان الله عز وجل بعيدا؟ أي لحضوره المحيط به، وهي القدرة، أي أن الله عز وجل كما قدر فأنعم عليك فاستح منه، وقدرته لصيقة بك، وهي التمكن وفرط الظهور. لكن الإنسان متى لا يستحي؟ إذا عميت عيناه. وفرط الظهور بالغياب عند بعض العيون التي لا تستحي من الله. وإنما قرن الحياء، قرن بالحياء لاعتراء العبيد، غفلة الحجاب عند أسرهم في سجون الذنوب، وقصور اللحظ عما تبصره العيون. وإلا فقدرته سبحانه ليست بالبعيدة وليست بالقريبة، لم يخل منها شيء. وإلا انهدمت أركان الوجود ولم تكن بعيدة، وإلا خرجت أطراف المساحات عن قائم به معبود، وهو محال في العقول أن تخرج ذرة في الكون عن قدرة الله عز وجل. فكيف تقوم تلك الذرة بعد غياب القدرة عنها؟ فارجع البصر هل ترى من فطور؟
فاحمد الله يشفع لك الحامدون، فإن الحامد عارف والعارفون ناجوا. هذا الذي نقوله كله من غرر سيدة هي ابنة سيدة نساء العالمين. ولم يؤثر في كل الكلمات مثل أقوال اثنتين، فاطمة وابنتها. فابحث واسعى وانظر في الغرر واعرض المعرفة عليهما، فلن تجد إلا اثنتان في ساحة مقدسة. فهذه الغرة وهذه الجملة وهذا الاختصار منها دليل على كمال المعرفة. وقد كانت سيدتنا زينب عليها السلام في من وصفتهم صحيحة للصادق عليه السلام، يقول: أيما عبد أقبل قبل ما يحب الله عز وجل، ماذا يفعل الله؟ أقبل الله قبل ما يحب، ومن اعتصم بالله عصمه الله، ومن أقبل الله قبله وعصمه لم يبال لو سقطت السماء على الأرض أو كانت نازلة نزلت على أهل الأرض فشملتهم بلية، كان في حزب الله بالتقوى من كل بلية. وكلنا نعرف زينب ونعرف كيف كانت وكيف اختصرت كل المواقف في ظهيرة يوم، في 3 ساعات في أرض الطفوف. وفي قبال هذا الذي لا يعتصم بالله عز وجل في ذاك المقام الأمين، ما قال الله يحكي عن ابن نوح عليه السلام: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فأي عصمة هي التي تعصمك من الماء وأنت جاهل؟ وأين أنت من قولها عليها السلام في الاعتصام بالله ومعرفته؟ إن سألت عن العصمة فهي المنعة، عصمك الشيء يعني منعك عن أن يصيبك شيء، عصمك الله أي امتنعت بالله عز وجل. والعصمة إما للذات أو من خارجها. هذا كلام في جواب سائل يسأل عن العصمة: هل العصمة مكتسبة؟ يعني ممكن الإنسان أن يصل إلى العصمة المكتسبة أو لا يمكن أن يصل الإنسان لعصمة مكتسبة؟ هل يوجد شيء يسمى عصمة مكتسبة؟ هل هناك درجة تعصم الإنسان فيشار إليه فيقال معصوم أو لا؟ كل إنسان له عصمة، كل ذات له عصمة، إما من داخلها من ذاتها أو من خارجها. سوف أطيل، تحملوني شيء. أما من داخلها فالعقل بفطرته، كلنا ذو عقل، العقل عاصم حصين يوجب على النفس الإقرار بالنعم ويروض النفس على الطاعة في الخير والنشوز عن كل شر، وهذه عصمة العقول. ولا يدعي أحد أن عقله ناقص إلا أن يكون مجنوناً معذوراً عند الله عز وجل ولا يحاسبه. لكن الذي جعل الله عز وجل فيه العقل جعل العقل فيه مانعاً حصيناً. لما قال الله في النفس التي أودعها: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وما جاء في المروي الصحيح المشهور المتواتر عن الثقات كمحمد بن مسلم رحمه الله عن أبي جعفر الباقر في وصف خلق العقل، قال أن الله عز وجل في الحديث أنه قال له: أما إني إياك آمر
وإياك أنهى، وإياك أعاقب، وإياك أثيب. فكل مكلف ركب الله فيه عاصما. أنا معصوم، أنت معصوم، ذاك معصوم، وهو عقله الذي يعقله يربطه، فينهى النفس عن الهوى ويأمرها بالتقوى. هذه العصمة التي في النفس، فإن سألت عن العصمة فجوابه نعم، كل إنسان له عصمة، وقد تكون العصمة من خارج النفس، وتلك مرتبة أخرى. تمنع النفس عن أسباب الضلال، تؤيدها، تسددها، وتوفق للصواب حيثما ذهبت وتوجهت، وهي التي قال الله عز وجل في الحديث القدسي المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أن الله عز وجل قال: ما زال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فكنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، إلى آخر الحديث. لكن النفس مع هذه العصمة قد تضعف عن تحمل المكاره، وقد تتمنى الموت، وتجزع عند تكالب المصائب، ويهيم بها العقل عن الصواب عند إقبال الفتن. أفلم تسمع قوله عليه السلام: إن الفتن إذا أقبلت شبهت، تصير شبيهة بالحق، فتحتاج لمن يرجعها لصواب المعرفة لعصمتها السابقة، ويجلي عنها غمام الشبهات، ويجعلها راضية مطمئنة. وأروع ذاك كلام الله الهادي، كتاب الله عز وجل، هو الذي يهدي إلى الصواب، وليس أروع منه كلاما. يقول الصادق عليه السلام في دعائه، يصف كتاب الله عز وجل وكيف ينجو به: اللهم فاجعله، كتاب الله، اللهم فاجعله لنا حصنا من عذابك، وحرزا من غضبك، وحاجزا عن معصيتك، عصمة، وحاجزا عن معصيتك، وعصمة من سخطك، ودليلا على طاعتك، ونورا يوم نلقاك. فلا يكفي في العصمة التي نملكها نحن اقتضاؤها في نفسها للصواب، لأن هناك موانع كثيرة تمنعها عن اتخاذ هذا السبيل، دون أن يتحرز العبد الضعيف عن تسويلات إبليس والنفس الأمارة في قبال النفس التي تعقل وتطيع، طواعة مطيعة. ولا شيء غير العلم، إن سألت ما الذي يعصمني فلا جواب إلا أن العلم هو العاصم الوحيد، وهو حصن حصين من هذه المزالق والمهلكات. ولا تسأل عن عصمتين اجتمعتا في سادة المتقين. بعد هذا الكلام كله نعلم أننا في جهة، وهناك أناس خصهم الله عز وجل بعد أن عصموا أنفسهم، وسلالة الوصيين عصمة نفس كانت فيهم، وعصمة تأييد كانت من الله عز وجل. رتبهم الله آلا طاهرين، معصومين من كل شيء وشين وعطية من رب العالمين الذي شرف إبراهيم. مو عجيب النبي صلى الله عليه وآله يكون من ذريته معصومين، وإبراهيم عليه السلام من قبل قال الله عز وجل فيه: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. ولا أنبيك عن روح القدس، تلك مرتبة رابعة، فهو الدال لزعيم الخلق. روح القدس لا يجبر المعصوم على العصمة، وإنما يكون في الإمام. وقد روي في باب كيف يعرف الإمام أنه إمام، قال: يبعث الله عز وجل من يؤيده، قيل: وما هو؟ قال: روح القدس.
يهديه لأمر ربه في شؤون خلقه. هذه إضافة للعصمة. ألم يقل الله عز وجل في كتابه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، تلك عصمة. قال إني جاعلك للناس إماما، والكلمات أمور عظام. ويقولون كلمة الله، المسيح كلمة الله، يعني شأن من شؤون الله عز وجل. جاوزها إبراهيم لما عصم نفسه، فعصمه ربه ثم اجتباه واختاره. فإذا عرفت هذا، هل تشك أن من المؤمنين من بلغ قول الله عز وجل في وصفه، من بلغ قول الله عز وجل في وصفه قد أفلح المؤمنون؟ من هم المؤمنون؟ قد أفلح المؤمنون، الله عز وجل يصفهم بالمؤمنين. ولا يكتفي، بل يقول في وصف صلاتهم وطهارتهم الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، حتى يبلغهم ويسكنهم جناته فيقول أولئك هم الوارثون. موضوع محكوم عليه بالوراثة. الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وهذا وصف عظيم وشهادة من رب العالمين. على الحقيقة وقع بدون مجاز، ولأشخاص بأعيانهم قصد. فدونك الخلق فتش، هل ترى أحدا قد نال هذا العز من جاه ومن شرف؟ فإن قلت أن هذا الشرف للكل كذبت الله عز وجل، إذ خص في الوصف في كتابه أناسا بأعيانهم وأشار إليهم. فلم يبقى من الناس إلا من عصم نفسه بالعقل وأدبها بالتقوى، وجاد عليه فيض الله الكريم بالتأييد، وهم أهل بيت قال الله في وصفهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. لم يقل معصومون، لأن فيهم عصمة جعلتهم على هذا الطريق دائبين عليه مستمرين عليه، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما وخف الله تتقلب فيه القلوب والأبصار. ألم تقل زينب فخف الله. وتلك بيوت قال النبي أن من أفاضلها، لما سئل عن الصلاة في الروضة، سئل النبي صلى الله عليه وآله الصلاة في روضتك، قال ما بين بيتي ومنبري، وبعضها ما بين قبري ومنبري. الذي نرويه روضة من رياض الجنة تتمتها لدينا خلف بيت النبي، بيت فاطمة وعلي معرس علي. والأرجح من الروايات ومختار الكثير من العلماء أن قبرها فيه، فإذا ذهبتم إلى الروضة فزوروا فاطمة في بيتها. فقالوا وبيت علي وفاطمة؟ قال هو من أفاضلها. ولم يكن في هذا البيت إلا أنفاس النبي وعلي وفاطمة والحسنان وصغيرة كانت ذات خمس، زهراء عليها السلام لم تكن لها إلا ابنة تشاركها النفس، هذا النفس عنصرها نبوي، خفرة عالمة. فانسى ما مضى من كلامنا كله، فإن كانت عصمة للنفوس دون الخمسة أهل الكساء مكتسبة، سميها مكتسبة، مكتسبة فهي لها. وإن كان شرف من الله بالتأديب والتأييد، وفيهم وفي قوم أنزل الله عز وجل أنه وعدهم بالفردوس لما وصفهم بالتسبيح والتأييد فلن يعدوها. نسأل الله عز وجل أن يصلي
على النبي المختار وعلى آله الطيبين الأطهار، وأن يرزقنا شفاعة زينب يوم الورود، وأن لا يخلو مجالسنا من معارفها وذكرها. نسأل الله عز وجل لنا ولكم المغفرة والرضوان، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.